تعددت أسماؤها، لكن صفتها واحدة، غابة الميلاد أو منتزه بيرديغاريس، الغابة التي تشكل اليوم المحمية الطبيعية الوحيدة في طنجة، الرئة التي يتنفس منها سكانها آخر أجوائهم النقية، في وقت يكثر الإسمنت حول المدينة من كل جانب. لكنها في كل الأحوال أجمل مفاخر طنجة الطبيعية ونافذة مشرعة نحو البحر ونحو العالم. للموقع من المؤهلات ما يسحر ألباب زواره، فهذا الموقع الطبيعي المشهور أكثر باسم غابة الميلاد يمتد على مساحة 70 هكتارا، ويشكل منتزها طبيعيا يضم المئات من الأصناف النباتية الأصيلة أو الغريبة. كما يمنح للمتنزهين إطلالة مدهشة على مضيق جبل طارق أو على المحيط الأطلسي القريب، مما يجعله لؤلؤة طبيعية على تاج مدينة البوخاز. يمثل الموقع فسيفساء حقيقيا للنباتات والأزهار، فهو وسط طبيعي يلتقي فيه أكثر من 200 صنف من النباتات الموزعة بين أنواع النباتات المتوسطية كالصنوبر البحري وبعض أنواع البلوط وبعض النباتات الغريبة عن المناخ المتوسطي. فمع بداية القرن العشرين أدخل ملك الموقع أصنافا أخرى من قبيل الأوكاليبتوس، الميموزا، النخيل وغيرها. أما جبل كابس بارتيل وهو الكتلة الصخرية جنوب مضيق جبل طارق حيث يقع منتزه بيرديغاريس، فيضم أزيد من 250 صنفا نباتيا غريبا، بما في ذلك مجموعة من الأشجار ذات الأوراق النفطية أو الإبرية.
كما تعتبر غابة الرميلات من بين أغنى المواقع بكائناتها الحيوانية، فهي تضم ما يقارب 16 نوعاً من الثدييات، 28 نوعاً من الزواحف، 55 نوعاً من الطيور. فالمنتزه يقع على طريق هجرة الطيور بين شبه الجزيرة الإيبيرية وطنجة، مما يجعل منه موقعاً لاستراحة أنواع كثيرة من الطيور الكاسرة أو المهاجرة. لمحبي سياحة الطبيعة والبحر والتاريخ لن يجدوا أفضل من هذا المنتزه. إنه المكان الذي يجتمع فيه خضرة الطبيعة والأشجار وينابيع الماء الصافي وزرقة مضيق جبل طارق الذي يبدو كنهر خرافي، وتاريخ مثير لا تلخصه حكاية أو كتاب، حكاية السفير الأمريكي بيردكاريس والثائر الغامض الريسوني. العديد من السياح عروس الشمال طنجة لأنها تتوفر على مزارات تجلب السياح، وفي مقدمتها حديقة بيردكاريس والتي خضعت لصيانة وإعادة تأهيل جعلتها لؤلؤة نادرة بعاصمة الشمال. إذ شهد الموقع مجموعة من المنجزات على أرض الواقع من قبيل العناية بالمشاهد الغابوية وتهيئة الممرات للراجلين الراغبين في القيام بجولات داخل المنتزه. لكن مراقبين محليين يعتبرون أن هذه الجهود المحصورة في الثمن تبقى دون مستوى التحديات التي يواجهها المنتزه، وغير كافية لضمان سلامة الموقع وتثمين مؤهلاته في وقت أضحت فيه مسألة البيئة تكتسي رهنية أكثر فأكثر سواء في المغرب أو على المستوى الدولي. من بين شواطئ مدينة طنجة يمتد شاطئ أشقار على طول المحيط الأطلسي بالقرب من مغارة هراء، ورفع العلم الأزرق بشاطئي أشقار وكذلك شاطئ الصول لاستجابتهما لمعايير جودة المياه والسلامة وتوافر معدات الوقاية وتجهيزات الراحة للمصطافين.
وهو دليل على تمتع مدينة طنجة بجمالية ونقاء سواحلها، سواء من حيث جودة مياه الاستحمام أو التجهيزات. يعمد الكثير من المصطافين إلى رمي قطع نقلية في قعر بحر أشقار والتقاطها ثانية لشدة صفاء الماء وقدرة المصطافين على رؤية قعر البحر. كما يستطيع الزائر لشواطئ مدينة طنجة ممارسة جميع الرياضات والهوايات البحرية، من قيادة الجيتسكي على البحر وركوب الأمواج وركوب الخيل والجمال وحتى تعلم الغطس. على مياه المحيط الأطلسي المفعمة بالتألق، تطل مغارة هرقل في مدينة طنجة ببهائها البديع وعراقة تاريخها السياحي الذي يتباهى باستقطابه للسياح وهواة الاستكشاف من مختلف بقاع الأرض منذ اكتشافها عام 1906 ميلادي، وانتمائها إلى مجموعة مغارات منطقة أشقار التي يعود تاريخ استيطانها إلى 5000 عام قبل الميلاد، وتعميدها كأكبر مغارات أفريقيا وكسيدة لعشرات الأساطير المنبثقة من تاريخ الثقافة الأغريقية وحاملة للقب أكثر المغارات المغربية شهرة عن جدارة. إن موقع المغارة الاستراتيجي في مدينة طنجة، وهي بوابة المغرب الشمالية عند مجمع البحرين الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، رفع من رصيدها السياحي لتكون هدفاً دائماً للسياح وقبلتهم من شتى بقاع المعمورة. فهي تجمع بين السهل والجبل، يزينها شاطئ رملي لا تنقصه المنشآت السياحية المجهزة بكل الأدوات الترفيهية والرياضية.